في بادرة إنسانية هدفها رسم البسمة على وجوه الأطفال المعاقين، أقام مركز الخرافي للمعاقين احتفالية تخللها العديد من المسابقات وتوزيع الجوائز، والتي أضفت أجواء من السرور على الحضور. نحن اليوم متواجدين مع أبناء المعاقين في مركز الخرافي، وطبعا النواحي الإنسانية اللي موجودة بالشعب الكويتي وبالكويت إذا كان مؤسسات أهلية أو حكومية نشوفها على الواقع. اليوم من المؤسسات اللي جايتنا تشاركنا القرقيعان مع أبناء المعاقين هي بوبيان كابيتال. طبعا لما نشوف المؤسسات الأهلية التي تساعد هالفئة هذه قمة الرقي. بحب أشكر مركز الخرافي على اتاحت لنا الفرصة أنه نيجي نشارك مع الأطفال ونكون جزء من الالتزام الدولة بمساعدة إخواننا المعاقين. والحقيقة بدنا نشوف قديش الرقي اللي موجود بهذا المركز. الاحتفالية الرمضانية تمت بالشراكة مع بنك بوبيان، والتي تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية لجميع مؤسسات البلاد الرسمية والخاصة في دعم المعاقين. بصراحة اليوم وناسة أن نكون مع اليهال، نشاركهم ألعابهم، نشاركهم القرقعان، شيء حلو نبدي في يومنا، نبدي في أسبوعنا، وسعيدين بصراحة أن نكون يعني وياكم اليوم، وإن شاء الله يا رب العادة هذه ما تنقطع إن شاء الله من بوبيان كابيتال ومن بنك بوبيان إن شاء الله بعد. في هذه الأجواء الرمضانية الحلوة اليوم ما شاء الله شرفونا من بنك بوبيان كابيتال، وكانت يعني لفتة جميلة وحلوة منهم أنهم شاركوا أطفالنا وبناتنا وفتياتنا في فعالية القرقيعان اليوم. احنا نشكر لهم وجودهم وحضورهم عندنا. مركز الخرافي للمعاقين يسعى من خلال أنشطته طوال العام لدعم الأطفال المعاقين، ومنها التدريب الميداني للشباب المعاقين وتهيئتهم لسوق العمل. وتأتي هذه الاحتفالية لتلقي الضوء على بعض أنشطة المركز ودوره البناء في دعم هذه الشريحة الهامة من أبناء المجتمع.